مبارك بحاجة بسيطة جدا. أنا كنت سكرتير الرئيس الراحل مبارك، ويوم ما حصل غزو العراق للكويت ها، أيوه اتصل بي سفير في الهند في القاهرة، وقال لي الحكومة الهندية طلبت مني أن أعرف الموقف المصري ورأيهم من غزو العراق للكويت، لأننا سوف نبني عليه مباشرة موقف الهند. يعني مصر مش دولة هافية أيا كانت ظروفها، لابد أن يكون لك رأي في كل شيء، لكن لا تغامر، ما تطلعش قواتك بره حدودك، ما تحاربش فيما لا يجب أن تحارب فيه، تحارب في حالتين، إذا هددت عرضك أو مياهك أو سمائك فقط، إنما غير كده لا تحارب. لكن ما تعملش يعني النموذج الصيني انك بالقيام يبقى عندك انكفاء كامل تتابع تنميتك على المستوى الداخلي. لا. ملفات تقول انا مش عايز اتعامل مع المعاهد دلوقتي زي ما الصين عملت، وبعد كده تخرج لا. مكتمل النمو والقوه. لا، وظف دورك الداخلي لخدمه سياستك الخارجيه، ووظف سياستك الخارجيه لخدمه البناء الداخلي. انا صاحب العباره التقليديه ان مصر تبيع سياسه لتشتري اقتصاد. يعني انت فكرة الدور بتوظفها لخدمتك اقتصاديا، سواء على المستوى العربي او المستوى الدولي، في صورة قروض وتسهيلات واستثمارات، جذب استثمارات. يعني انا مش عايزك تبقى حدية، هي المسألة مش ابيض واسود، مفهوم، انما ضرورة وجود دور لك، انك يبقى لك مبعوث هنا ولك رأي في القضية دي، ما تبقاش رقم، مش هينفع. ومصر مش دولة هفية، دولة يحسب حسابها وينظر اليها، فلابد ان يكون لها رأي، لكن ده ما يكونش على حساب بنائها الداخلي ابدا. ما انت عندك الرئيس المصري، ما هو بيبني ومشغول كل يوم، من اول شوارع مصر الجديده لغايه محطه الضبعه لغايه تعمير سيناء، كل ده، وفي نفس الوقت يدلي برايه في السياسه الخارجيه، ويكون لنا دور، لان الغياب برضه هياثر عليك اقتصاديا، يقلل من وزنك، مهابتك، العالم يهاب او لا يهاب، مش بيحب او يكره، مهابتك بتحدد الى قدر كبير دورك في جذب الاستثمارات وفي جذب السياحة وفي علاقتك بالآخرين، ما ننساهاش أبدا دي. في الدقائق الأخيرة أنا لسه اتفضل. لا اتفضل يا فندم. أنا عايز أقول لك بس حاجة صغيرة، زميلي أنت عارف الدكتور محمد كمال، أيوه، عميد معهد الدراسات العربية، لسه بعت لي النهارده بيقول لي أنا بعد إذنك اقتبست منك عبارة إن مصر تبيع سياسة وتشتري اقتصاد. قال لي وأيدني فيها الأستاذ الدكتور علي الدين هلال وآخرين. لان انا رايي ان دي نظريه قايمين عليها احنا من ايام الفراعنه. يعني كان تروح مع الرئيس المصري الى الولايات المتحده الامريكيه وعندك اجنده طويله، اولها الصراع العربي الاسرائيلي، الموقف في العراق، تطورات الاحداث في لبنان، كل ده ماشي، ده القشره الخارجيه، لكن داخليا هتتكلم عن المعونه، عن دعم الجيش المصري، عن موضوعات التسليح. السياسه بتعمل لك مدخل للاقتصاد، ما تتصورش ان انت دوله عاديه، ما تضيعش فكره الدور، لكن الدور بمعناه الايجابي وليس الدور السلبي، مش تعمل زلنطحي وتحارب في كل حته وغير، لكن مش مطروح لا. بالنسبه لك الانكفاء والنمو لا، صعب على دوله زي دوله وسطيه بحكم موقعها الجغرافي ودورها الافريقي ومكانتها العربيه، مش ممكن تبقى منكفئه تماما ابدا ابدا. ممكن في الدقائق الاخيره من اللقاء الاخير السنه دي اسالك بقى، لان انا فعلا ما سالتكش الحكايه دي عن الهوى ابدا، وحتى ما تكلمناش فيها كتير،